طيب، هذا ما يتعلق بأسباب اختلاف العلماء، ما هو موقف الإنسان من هذا الخلاف؟ نقول موقف الإنسان يتمثل فيما يأتي: أولا أن لا يكون خلاف العلماء سببا للتنازع والنفرة، فيعتدي الإنسان على الآخر ويفسقه أو يكفره أو يشنع عليه بسبب هذا الخلاف، تمام؟ وإن وجد هذا، تمام، فهذا خطأ غير مقبول، ومن أمثلته ما يروى عن بعضهم أنه لما قيل له إن مالك لا يقول بخيار المجلس قال: يستتاب مالك، فإن تاب وإلا قتل. لا شك أن هذا كلام في غاية البطلان والخطأ، واضح؟ فإن الخلاف الفقهي لا يجوز أن يكون سببا للتنازع والنفرة. الأمر الثاني أن يعذر المخالف غيره في مسائل الاجتهاد، فإن المجتهد إذا اجتهد في المسألة فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد، فهو بين الأجر والأجرين، فيعذر المخالف في مسائل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي فيها نص. فإذا كان عندنا عالم اجتهد في مسألة لأنه لم يبلغه النص، تمام؟ طيب، فبلغه النص بعد ذلك، ولنفترض أن المسألة في صورة الإمام أبي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني، الحديث لم يبلغ الإمام أبا حنيفة مثلا، ثم بلغ محمد بن الحسن الشيباني والمسألة فيها نص واضح ولكنه لم يبلغه، فحينئذ نقول يجب عليه إيش؟ الأخذ بهذا الحديث. ولهذا أهل العلم يتراجعون ويرجعون في مسائل الفقه ومسائل الفتوى إذا بلغهم النص. ومثل هذه المسائل التي تتعلق ببلوغ النص وعدم بلوغه، التي يكون المسألة فيها نص يقطع النزاع لكنه لم يبلغ العالم، يجب على العالم أن يرجع في حال بلوغ النص له. الثالث من ما يتعلق بموقف الإنسان من الخلاف عدم جواز تتبع الرخص، وهذه قضية غاية في الأهمية، فإن الإنسان إذا أخذ من كل مذهب بالرخص يجتمع فيه الشر كله. أعطيكم مثال، تبغى مثال يا شيخ؟ طيب، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله صحة النكاح بغير ولي، طبعا في خلاف داخل المذهب في تفاصيل هذه المسألة، لكن في الجملة أن النكاح من غير ولي يصح، لكن يشترط الشهود ويشترط مسائل أخرى. طيب، إذن جاء واحد قال: أنا سأأخذ بمذهب أبي حنيفة في الزواج بدون ولي. طيب، قلنا: وين الشهود؟ قال: أيوة صح الشهود. مذهب مالك أن الشهود ليسوا شرطا في النكاح. طيب، مذهب مالك الشهود ليس شرطا في النكاح لكن الولي شرط. قال: لا، أنا أخذ من قول مالك أنه لا يشترط الإشهاد، يعني وجود شاهدين ما هو شرط. قلنا: طيب، جزاك الله خير، لكن مالك يشترط الإعلان. تمام، قال: ايوه صح مالك يشترط الإعلان، لكن أحمد لا يشترط الإعلان، أحمد يقول الإعلان مستحب. خلاص، نقول له: لكن أحمد الذي يقول الإعلان مستحب يقول أن الشهود شرط. قال: لا، أنا الشهود أخذت فيها بقول مالك، والإعلان أخذت فيه بقول أحمد، والولي أخذت فيه بقول أبي حنيفة. يأخذ واحدة من الشارع قال: تزوجتك نفسي، ويروح على البيت، خلي بدون زوجة حتى، خلاص مدام ما في ولي ولا شهود. فنقول مثل هذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم. ولاحظوا خطورة تتبع الرخص، أن تتبع الرخص قد يفضي إلى صور من المسائل لا يقول بها عالم مجتمع أبدا، بل لا يمكن أن تجتمع أصلا عند عالم. فلا يوجد عالم من علماء الإسلام أبدا، لا وجود له، أن عالم من علماء الإسلام يجيز لواحد أن يأخذ واحدة من الشارع من السوق تقول له: زوجتك نفسي، ويركبون السيارة ويروحون. في أحد يقول بهذا؟ هذا لا يمكن أن يجيزه أحد من علماء الدنيا، واضح؟ فتتبع الرخص خطر عظيم على الإنسان وعلى دين الإنسان إذا فتح لنفسه باب تتبع الرخص. ولهذا قال السلف: من تتبع الرخص تزندق. وهذا فعلا كلام حقيقي ترى، ولولا أن يكون الكلام في هذا
ممكن يكون فتنة. أنا لو أردت أذكر لكم بعض الأمثلة لذكرت لكم أمثلة مفزعة، لكن حتى لا أقولها يجي واحد يلتقطها بعدين إيش يقول لي والله صح المذهب الفلاني يجيز كذا والمذهب الفلاني يجيز كذا. ولهذا السبب بعض العلماء كان يقول الأفضل أن الإنسان يمشي على مذهب ويتمذهب بمذهب معين حتى مع ضعف الدين ورقة الدين لا يفضي به إلى تتبع الرخص. طبعا تتبع الرخص يرجع إلى قصد الإنسان، فإن الإنسان قد يستفتي في مسألة فيرخص له فيها من العالم الذي استفتاه لا يكون آثما بالأخذ بقول هذا العالم، لكن قصده بذلك معرفة الحكم الشرعي. أما إذا كان يسأل العالم فيفتيه بالعزيمة فيترك قوله ويبحث عن الثاني والثالث حتى يجد من يفتيه بالرخصة، هذا هو تتبع الرخص. فالمسألة ترجع إلى قصد الإنسان. مما يتعلق بمسائل الخلاف أن المصيب فيها واحد، يعني نحن نقول كل مجتهد مصيب، لا، المجتهد مأجور لكنه قد يصيب وقد يخطئ، لأن الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فصوبه تارة وخطأه أخرى. والخطأ هنا لا يتعلق به ذم ولا إثم، ولكنه الحق في المسألة واحد، يعني لا يمكن أن يكون في ذات الأمر وفي دين الله وعند الله أن هذه المسألة حلال وحرام، ما يمكن أن تجتمع. لكن هذا قال أنها حلال اجتهادا وهذا قال أنها حرام اجتهادا، كل منهم مجتهد ومأجور، لكن الصواب مع واحد منهم. فلا نقول أن الحق نسبي أو أن الحق متعدد، واضح؟ كذلك مما يتعلق بالموقف من الخلاف أن الخلاف لا يجوز أن يكون حجة، وهذا من أكبر الأخطاء. بعض الناس يظن أن وجود الخلاف دليل على الجواز. الإجماع دليل ولا ما هو دليل؟ الإجماع دليل، لكن الخلاف ليس دليلا. فإذا اختلف العلماء في مسألة قال بعضهم حلال وقال بعضهم حرام، نقول إذن المسألة حلال لأن العلماء اختلفوا فيها، هذا غير صحيح أبدا ولا يستقيم على أي أصل من أصول الاستدلال أن تجعل الخلافة دليلا على الإباحة، هذا غير ممكن. الخلاف ليس دليلا، إنما الدليل هو الإجماع. وبعض الناس ليس في لا حيلة فيه، أحدهم تقول له يا أخي المسألة أجمع عليها العلماء، يقول لك العبرة بالنص، ما علينا أجمع ولا ما أجمع. تأتي مسألة أخرى تقول يا أخي فيها نص، يقول لك بس فيها خلاف. ليش الحيلة في مثل هذا؟ تقول له فيها نص يقول لك فيه خلاف، تقول له فيها إجماع يقول العبرة بالنص. فمثل هذا لا حيلة فيه، ولهذا نقول خطورة تتبع الرخص والاحتجاج بالخلاف أنها تفضي والعياذ بالله إلى أن يتحلل الإنسان من التكاليف الشرعية. تمام، تلقاه يمكن ما يصوم رمضان، تمام، ويرتكب أشياء، يعني ما ودي أذكر أمثلة على هذا. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا مما يتعلق بأسباب اختلاف العلماء.